اليوم نستعد لرفع تقرير لسمو سيدي الأمير نايف، وسوف نوضح فيه الحاجة المطلوبة لتلافي مثل هذه المشاكل في المستقبل. ونعد المواطنين بأننا لن نألو جهدا في تقديم كل ما نستطيع من فكر ومن دراسة، وأملنا كبير جدا في أن تكون المشاريع القادمة سريعة وشاملة تعالج المشكلة من جذورها. الأمير خالد فيصل عقد تنفيذ مشروعي سد أم الخير وسد السامر والمجاري السيل التابع على السدين. الوعد اللي قطعناه على نفسنا تجاه سمو الأمير خالد الفيصل أنه ننفذ هذا المشروع بالمدة المحددة وننفذه بأعلى جودة هندسية. الحقيقة كان المشروع تحدي كبير للشركة، لأن مهلة التنفيذ هي 6 شهور وتضاعفت الكميات عن الملحوظ من جراء تصميم جديد قامت فيه شركة عالمية. كان التحدي الكبير هو نقدم الضمانات بالوقت المطلوب ونجيب التمويل، لأنه مشروع قصير المدة بيتطلب تمويل كبير بخلال فترة صغيرة. تم تجنيد فريق التصميم أول نهار بعد توقيع العقد. كان فريق سفاج موجود بمكتبنا بجدة مع موظفين شركة إيكوم يلي هن المهندس الاستشاري على المشروع. لما بلش يتطور التصميم الابتدائي بلش يتبين لأنه الكميات بدها تزيد بشكل ملحوظ. هالموضوع هيدا أخذنا قرار أنه بصير البرنامج الزمني ينعمل له تعديل كل 5 أيام. لحديت أول ما أكتيفيتي بدها تعطي أي بوادر تأخير يتعالج موضوعها فوراً، لأنه كنا عارفين أنه ممنوع نفكر بتمديد منه. لذلك كان المطلوب توفير الكوادر الفنية من مهندسين ومراقبين ومشرفين خلال بضعة أيام للإفاء بالتزاماتنا التعاقدية، وكان هالشي ممكن فقط عن طريق نقل الكفاءات المطلوبة من مشاريع ومواقع أخرى قائمة بالشركة. تطلب المشروع استخدام ما يفوق عن 2000 عامل بالمشروع بفترته الصغيرة، مرق كمان شهر رمضان الكريم اللي هو بأخر شوي من الانتاجية. الحمد لله قدرنا نتغلب عليها وزدنا بكل فريق عمل زدنا له أعداد زيادة، وعلى مدار 24 ساعة بالمشروع. إضافة إلى السعوديين المواطنين الموجودين بالشركة وعددهم 600 مواطن سعودي كانوا يعملون والحمد لله بكل جهد، وحاولنا بقدر ما نستطيع استثمار الوقت والجهد اللازمين في مساعدة إنجاح هذا المشروع. وكبونا إيكم من أول نهار لليوم ليل مع نهار عم نشتغل معهم، كذلك ما جماعة جي اس دي بي والأمانة لحتى يتأمن كل حل كل المشاكل ما يصير فيه تأخير بالمشروع. بلشنا مباشرة بالشغل الأفكتيف يعني بالمشروع اللي هو حفر القناة وبناء السد
القناة هون بالسامر كانت 3100 متر طول بعرض 43 متر، بأم الخير كانت 750 متر بعرض 35 متر. نحكي شوي عن موضوع الكروسينج اللي هو تقاطع تشانل مع الاكزيستينج رودز. هذا كان بالكونسبشوال ديزاين انه يكون عبارة عن عبارات كونكريت، وشفناها نحن from day one يعني خلال فترة الاستيميشن انه من الافضل انه نروح لكونكريت بايبس. كان كمية الكونكريت بالمنطقتين 130 ألف كيوبيك متر، نصبوا خلال 3 أشهر يعني بما معدل 1300 متر مكعب on a daily basis. أعضاء مجلس إدارة شركة المباني أعطت أهمية خاصة لتنفيذ وتسليم مشروع السدود قبل وصول الأمطار، بخاص أننا شاهدنا وعشنا الأضرار التي حصلت سنة الماضية في جدة، كوننا نحن من سكان وأهالي جدة منذ زمان، ونحن نفتخر بهذا الإنجاز الكبير وتسليم المشروع قبل وقت المحدد. وأنجز المشروع والحمد لله بدون أي حادث، بالرغم من انقضاء 1,500,000 ساعة عمل لتاريخه لهاللحظة اللي عم نحكي فيها. أخيراً بدي أرجع وجه تحية لكل المعاملين بالمباني، كمان مرة بيض وجه الشركة نقول لهم يعطيكم العافية وسلم إيدي. وبرتنم الفرصة أولاً لنقول لهم للعاملين والفنيين والجميع اللي كانوا مهتمين بهالمشروع تقديرنا وشكرنا من هن. بهمنا نحن مثل قلت لك إنسانيا واجتماعيا، وهذا طبعا بهم ولاية الأمر، من خادم الحرمين الشريفين إلى ولي العهد إلى الأمير خالد الفيصل، والحقيقة بجهده بتوجيهاته وبدعمه إن شاء الله أنه المشروع تم، بقول لك تم قدرة ربنا أكيد، ثم بساعدته.